مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم الى صدى الاسبوع. تعز حالات الفقر وصعوبة المعيشة في ازدياد. انعدام لأدوية الفشل الكلوي ومؤسسات معنية بتوفيره تتجاهل. الأضحية تؤرق اليمنيين. فطور الباحة بلحج، الباعة يغلقون شارعا رئيسيا. في إب السيول تجرف المواطنين. أبين قصص عجيبة في جبل فرعون. استنكار كبير لاستخدام وسائل التواصل سلبيا. آراء متباينة حول استقبال العيد. تزايدت أعداد الأسر الفقيرة في تعز مع تدهور الأوضاع المعيشية وترافقها مع ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية بشكل يثقل كاهل المواطن. فرضت الأحداث التي تشهدها البلاد منذ عدة أعوام واقعا مأساويا على الصعيد المعيشي، متمثلا بمعاناة تتزايد بتدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وهو ما زاد من انتشار الأسر الفقيرة. فتزايد أسعار المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية قد أنهك كاهل المواطنين. ارتفاع الدولار له أثر سلبية في اقتصاد اليمن وتدهور العملة، فالعملة اليمنية تدهورت كلما ارتفع الدولار، فتسبب انتكاسة في الاقتصاد اليمني، في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل عام. ارتفاع الدولار الذي يشكل خطرا فادحا على حياة المساكين وحياة الفقراء وحياة الاقتصاد اليمني، ولا بد من النظر ولا بد من إعادة النظر في سعر الدولار والانتباه له. انهيار الريال اليمني وتزايد أسعار المواد الغذائية بهذا الشكل المتسارع هو ما زاد من انتشار الفقر، خصوصا وأن ما يحصل عليه المواطن من دخل يومي هو بالريال اليمني، والذي لم يتغير رغم الانهيار الحاصل للعملة المتداولة داخليا، والتي أصبحت توازي أقل من نصف ما كانت عليه مقابل العملة الأجنبية. الدولار مرتفع وإحنا مساكن بلا دخل ولا معاشات ولا حاجة، وما نقدر نشتري لا معاشات ولا حاجة، ولا السعودية مرتفع الكيس البر ب 12,000، الكيس البر ب 12,000 لا نستقدر، حتى عيد ما معنا ما نقدر. الناس مذهولين من ارتفاع هذا الدولار، حيث ان تجار ايضا تجار الجمله وتجار التجار الصغار ايضا يستغلون ارتفاع الدولار، ونجد ان هناك فارق في الاسعار لا يتساوى مع يعني رفع الدولار. الاسر الفقيره لا تستطيع ان تجاري هذا الارتفاع الكبير في سعر الدولار. اليوم ارتفع الدولار الى 550، طبعا الراتب لا يغطي هذا المبلغ، يكاد يكون راتب الموظف البسيط 80 دولار. عيد الأضحى لهذا العام ستغيب الأضحية فيه من أغلب المنازل الفقيرة وذات الدخل المحدود، كون أسعاره تزايدت بشكل غير مسبوق وبات يستحال شراؤها من قبل أغلب المواطنين هنا. يقول ناس يبايعوا في حريم، في ذا ناس يقول مساكين ما معهمش فلوس، والأسعار غالية كلها. الحبشي الآن طلع إلى 70 إلى 75 ألف لقدة الحبشي أسعارهم، على سب الدولار إنه مرتفع الدولار، والبياس السعودي مرتفعة، والصومال ما يبيعوا لك إلا ببياس دولار، حتى إذا دينك يحسب حقه دولار، يشتي حقه بعد ما تزلك تبيع يدي لك يشتي منك دولار، وأنت تشتري الدولار ارتفع تبيع ترجع تخسر بسعر الدولار، والناس مساكين. تتزايد أصوات المواطنون الباحثة عن لقمة العيش بعد أن باتت مستحيلة، وعن فرحة العيد
التي دفنت بانهيار الريال اليمني، فهل سيظل تجاهل المعنيون سيد الموقف؟ على خلفيات متعددة وأسباب تتعلق بالتشكيك في مهمة الأطباء والكوادر الصحية في المستشفيات، وأحيانا بلا سبب، تزداد ظاهرة العنف والاعتداءات ضد الكوادر الطبية التي تعمل في القطاع الصحي، وقد تصل أحيانا إلى القتل. حينما تدمى الأيادي البيضاء ويرد الجميل بالعنف الذي يقتل العقل والصبر، يمزق على صليب العرفان جسد الشكر والتقدير. كثير من هذا نراه حين يصبح الطبيب أو الكادر الصحي عرضة لغضب أشخاص لا ترى عيونهم أن فوق الإرادة قدرة عليا هي الله تعالى. لذا يصب كل غضب الفقد، الكارثة، الألم فوق من كرسوا حياتهم، جهدهم لأجل الإنسان ولا شيء غيره. هناك أحيانا طبعا، وليس نقول دائما، في بعض الأحيان في الحالات الحرجة أو الحالات الخطيرة عندما نقوم نحن بالإسعافات الأولية أو إنقاذ الحياة، يكون المرافق أو قريب المريض في حالة هستيرية أو في حالة عصبية، ممكن يعني يشتم الطبيب أو يحاول يعمل شيء يؤذي الطبيب. لكن احنا بخبرتنا كأطباء طوارئ، وهي جزء من دراستنا، كيف نمتص غضب المريض أو نقوم بخدمة المريض بحيث أنه المرافقين يهدؤوا. تصلنا حالات عنف في بعض الحالات عندما يكون إصابات أو متوترين زايد، فنتعامل معهم بطريقة ودية. بما نسمع من الزملاء هنا وهنا تقريبا حالتين أو ثلاث حالات كل يوم، أقل شيء اعتداء لفظي أو اعتداء جسدي. طيب تعرض إلى مشاكل مع المرافقين بحيث تأخروا بقراء عملية أو أي حاجة، تأخير المرضى بالدم أو أي شيء، وهم متوترين ما يستوعبوش يعني شغل الدكتور أو أثناء الزيارة طبية له. تكررت مشاهد العنف التي يتعرض لها الأطباء من اعتداءات أو مشادات كلامية وشتم، إلا أن الكثير من الأطباء والكادر الصحي يمتنعون بشكل عام عن الإدلاء بشكواهم، إما لأسباب أخلاقية تحتمها عليها مهنتهم، وربما لدوافع الخوف التي تجنبهم أذى بعض الأشخاص وتهديداتهم بالتعرض لهم للأذى خارج نطاق المشفى. نحن أطباء، نحن كما يقولون نحن ملائكة الرحمة، لا نستخدم العنف. حتى لو واحد المرافقين حاول مد يده او شيء، نحن لابسين هذا الاوفر كوت اللي هو نحن ملتزمين فيه بعدم يعني الصراع او الاحتكاك مع المرافقين. ولكن اذا ادى الامر الى مثلا الى ان تستوي الى شيء او يشتغل ايده، فنستدعي الامن لفك. اما ان نحن نقوم باشياء عنفيه فهذا اطباء ليس عملنا. بعض المرافقين يجون يصلحون زحمه للاطباء والمرضى، زي مثلا العناية المركزة، بعض الأحيان يجيوا يصلحوا دوشة. مفروض كل مريض موجود معه مرافق لازم بدول مجموعة من أجل ينتظروا في الصالة حتى يخرجوا هذه المجموعة يدخلوا المجموعة الأخرى لأنهم يصلحوا دوشة. عندما مثلا تعالج مريض أو أحيانا يعني يكون كشيء شخصي، مثلا مريض مصاب أو شيء تقرير، والمريض لا يستحق إلى تقرير، يقول لك أنا أعرف راسك أو أعرفك أنت أو بلاقيك خارج. أقول له والله بعد ما أنا حل أوفركوت فخارج المستشفى ما حد يخاف من أي شيء يعني. فيما يعتبر الطبيب اليد الرحيمة التي تشبه بأكف الملائكة، تتكون نظرة سلبية لدى البعض بفعل الإشاعات والحوادث التي تنسج. الثقافة المجتمعية بشكل عام ما نسمع من وسائل التواصل، من الأخبار، من القيل والقال، بأن الطبيب الفلاني مجرد تاجر، الطبيب الفلاني مثلا أو المستشفى الفلاني هو مبتز للمريض، المريض راح بسبب خطأ طبي، والخطأ الطبي هذه يعني علامها أصبحت رائجة عند الناس. هذا يدعو أن المريض يكون متوجس بالنسبة للمريض، لا يرى الطبيب بأنه مثل كل يأخذ كلامه بالصدق، يأخذ كلامه على مبنى التوجس، فيأخذ رأي آخر ورأي آخر ورأي آخر ورأي آخر، حتى إذا اتفقت الآراء برضو ما يقتنع. مرافق المريض أو أحيانا المريض عندما يأتي مثلا ويشتم طبيب أو شيء كموقف، لأنه في حالة زي ما تقول إسعافية، بعد ما الطبيب يقدم خدمة للمرافق حتى للمريض، المرافق نفسه يجي يعتذر للطبيب، أحيانا يجي يبوس رأس الطبيب يقول لك دكتور أنا كنت منفعل وأنا كنت عصبي نتيجة وضع، وهذه أمي وهذه أختي. فبعد ما تقدم الخدمة الطبية والإسعاف الأولي المرافق نفسه يجي يعتذر لك. احيانا يكون الشخص هذا اللي يهددك كاخلاق، واحيانا كعصبيه نتيجه الموقف. اول ما ينتهي الموقف ممكن يجي المرافق ويعتذر لك.
من بين كل المهن يبقى الطبيب هو اليد الممتدة في الحفاظ على أرواح الناس أو إنقاذها، ويبقى له واجب الاحترام المقدس لصون كرامته وحمايته بالطريقة التي تليق بدوره المهني والأخلاقي العالي المرتفع فوق ردود الفعل اللامسؤولة. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ارتفعت أسعار الأضاحي لهذا العام بشكل جنوني، تزامنا مع ارتفاع أسعار السلع بشكل عام لتصبح سنة الأضحية معاناة تضاف لمعاناة كثيرة. فعلا شر البلية ما يضحك، فأضحية العيد هذه هربت من موت محقق، ولو أدركت سعرها الخيالي لفضلت الموت على الهروب. ففي الوقت الذي يستعد فيه المسلمون ومنهم اليمنيون في مختلف بقاع الأرض للاحتفال بعيد الأضحى وشعائره الدينية ومنها ذبح الأضاحي، تزداد معاناة الناس بزيادة أسعارها. والله هذا الأيام المواشي مرتفعات بأسعار غالية جدا، وذلك بارتفاع أسعار الدولار، وتسلع عند الجزار يقول لك بكم الطلي، يقول لك بخمسين ستين ألف، كان زمان بعشرة بخمسة عشر، الآن قد بخمسين ستين ألف. كل يعلق أعذاره على شماعة وهمية، ولتبرير ارتفاع أسعار الأضاحي كانت المسببات حسب أقوالهم ارتفاع المواشي هو عدم وجود المواشي التي تأتي من الخارج مثل الحبشة والصومال، لا يستطيعون إدخالها لبلادنا بسبب ارتفاع الصرف، بسبب ارتفاع الصرف، فلذلك يضطر الناس يأخذوا من البلدي الموجود من بلادنا لو ما ارتفع أسعارهم. أن تصل أسعار أصغر أضحية إلى ما فوق 40,000 أمر صعب للغاية، فكيف يحتفل اليمني إذن بهذه المناسبة؟ نشتي حل للغلاء هذا حق المواشي، لذبح الإناث هذا ممنوع، مع حز اللقي إناث وكلهم بيذبحون وإن الإنجاب ضعيف، فالآن واردين على عيد الأضحى، الكيلو أطلع بدل ما إذا حم ب3,500 أطلع على 5,000، يعملوا حل لهذا الغلاء. اليمن بلاد الخير الوفير من ثروات زراعية وحيوانية، كل ما في الأمر حب وخير وصحو ضمير في مراعاة المواطنين. مع كل احتفالات تخرج أو توديع دفع من الطلاب لدراستهم الجامعية، يظهر الإحباط في حال الخريجين، تخوفات كبيرة من واقع تغيب فيه الوظيفة الحكومية ويصعب الحصول على وظيفة خاصة خاصة هذه الأيام. نوعان من الإحساس يداهم أي خريج جامعي في اليمن، إحساسين متناقضين في آن واحد. هو سعيد بتخرجه وحصاده لسنوات دراسية بالنجاح وتوديع مقاعد الدراسة، ومحبط وحزين لأن الجامعة ستلفظه لشارع البطالة لا لسوق العمل، في ظل غياب تام لوجود وظائف شاغرة في القطاع الحكومي وصعوبة وشحة للوظائف في القطاع الخاص. مئات الآلاف من الخريجين لم يستطيعوا أن يحصلوا على حتى وظيفة واحدة، وحتى إن حصلوا يحصلوا بعد يعني ظروف وبعد وساطات وبعد ما يستطيعش انه يتوظف سواء في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص، واذا جاء في القطاع الخاص يعني بعض الطلاب يروح انه يلقى وظيفه، يعني من أسوأ المواقف اللي يمر بها اي خريج واي متعلم واي دارس، انه يكمل ما درسه وما تعلمه وبعدين يوصل الى سوق العمل ما يلاقيش من يستوعبه، من فلذلك بتحدث حاله نفسيه تعقيد الخريج، يعني انصدم يعني معنويا، انصدم نفسيا، انصدم يعني نتيجة الأوضاع داخل البلاد اللي شهد داخل البلاد، فيعني كل يعني ما فيش سعد، لأن أقول لك نتيجة عدم وضع فرص عمل لداخل البلاد وعدم انعدام الوظائف داخل البلاد. شعور محبط للغاية أنه الطالب يتعب يعني يدرس 4 سنوات في الأخير يخرج إلى سوق العمل يلاحظ أنه ما فيش عمل، في قد تكون هناك عدم سياسات للحكومة أو للدولة بحيث أنه تستوعب الخريجين بشكل عام. على مدار سنوات ليست بالقليلة، والجامعات اليمنية بشقيها الحكومية والأهلية قد
خرجت عشرات الآلاف من الطلبة، كم هائل من القوى العلمية والبشرية غالبيتهم العظمى باتت أحلامهم في العمل صفرا، وما زال الكثير منهم عالة على أسرهم تحطمت خلال سنوات بحثهم أحلام الوظيفة والزواج وإنشاء المسكن، فأصبحت قارعة الطريق مجلسا تساوى فيه المتعلم والجاهل. الخريجين طبعا بيعانوا مشكلة كبيرة، لأن الطموح بعد الجامعة إذا لم يكن يعني هناك مستقبل، هناك وعي من الدولة من المجتمع يرعاهم، هناك عمل فرص عمل، أيضا شبابه وطموحه ومستقبل صح أن الذي درس واللي ما درس سواء. لذلك يجب على الواعيين من العقلاء والدولة والمسؤولي يهتموا، والقطاع الخاص يهتموا بالشباب والخريجين اهتمام كبير. لماذا؟ لاكتساب الكوادر والكفاءات علشان المجتمع يبتني من جديد وينهض بالأمة ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب. لابد من استراتيجية للتوظيف بالشراكة مع القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، بحيث أنه يستوعبوا ولو حتى الجزء من الخريجين، ويؤهلوا ممكن الخريج يكون في تأهيل للخريج حتى يستطيع سوق العمل أن يستوعبه. أحيانا يتخرج الخريج لديه علم أكاديمي من الجامعة كلها أكاديمية، لكن الخبرة العملية يفتقدها، ولذلك يحتاج إلى دورات، يحتاج إلى لكي يستوعب سوق العمل. يتساءل كثير من الشباب وخريجو الجامعات لماذا يضعهم الكل في قائمة التهميش، ولماذا لا تسعى أي جهة لوضع حلول ولو مؤقتة لهؤلاء الآلاف من الكوادر المتنوعة باختصاصها، لأن المساحات الواسعة من الزمن كفيلة بمحو كل ذواكرهم وخزينها العلمي والمعرفي. بعد توقفه لسنوات، مجمع عدن مول يفتح أبوابه مجددا بإطلالة جديدة وبمزيد من الإضافات للمول الأكبر والأشهر في عدن. ولأنها عدن أرض الحضارة والحب والجمال، القلب النابض في اليمن المبارك، هذه المدينة التي يستحق أن لا تشير البنان إلا إليها، فكان الواجب أن يفرش لها المخمل الأحمر وعلى حوافها يرتفع الشمعدان ولأجنها تبنى الصروح. فكان بحق صرح مجمع عدن مول السياحي والتجاري بإعادة افتتاحه اليوم هو هدية مغلفة لهذه المدينة التي لطالما انتظرت بشغف هذا الافتتاح لمثل هذا الصرح الذي بضخامته يتطاول ويصافح أكف النجوم. يمثل افتتاح مجمع عدن السياحي التجاري عدن مول حدثا غير اعتيادي لمدينة عدن والمحافظات المجاورة لها، وقد حرصت مجموعة هايل سعيد أنعم على إعادة هذا الصرح التجاري التنموي الترفيهي كما كان عليه وأفضل. بهذه الفرحة وهذه الابتسامات التي تشرق من ثغر المدينة بالنور بالعودة الافتتاحية للمجمع التجاري الأول في عدن، هو ضخ للحياة في جسد المدينة المنهك الذي كانت الحرب سببا في إغلاقه لثلاث سنوات سابقة، ما جعل انتظار افتتاحه يرتبط بإعادة تطبيع الحياة لمدينة عدن، فأعيد بالمزيد من الإطلالات كإضافة ملاهي جديدة تزيد من رفاهية الأطفال ومرحهم مع تطوير لصالات البولينج وصالات الألعاب. افتتاح الرسمي لعدن مول هذا الصرح الاقتصادي الكبير الذي كان في انتظار افتتاحه أبناء عدن وأبناء المحافظة المجاورة منذ فترة طويلة. اليوم أنا أروى أجواء البهجة والسعادة على وجوه الحاضرين اليوم جميعا، وهذا شيء جميل جدا في عادة تطبيع الحياة في محافظة عدن،
واهم جزء كان فيها هو افتتاح عدن مول وفتح ابوابه للمواطنين وللمتبضعين والزوار الموجودين في محافظه عدن. انا اشكر اداره محافظه عدن على العمل الجبار اللي قاموا به في افتتاح هذا الصرح الاقتصادي في الرقم القياسي القصير. العدد يعني الايام اللي اشتغلوا فيها اختلفت من اخر مره زياره كنا فيها هنا في نهايه الاسبوع الماضي الى اليوم. نشجع بقيه الاخوان في المحلات التجاريه الاخرى ان يفتحوا محلاتهم. كما ترون الجميع موجودين هنا ويشتغلوا، والطوابير يعني طويله جدا والاجراءات الامنيه ممتازه، وانا اقدر هذا العمل اللي تقوموا به لسلامه ابناء المحافظه وابناء والزوار الموجودين في المول للحفاظ على امانهم وسلامتهم في عدن. زرنا قبل قليل طبعا المركز الامني في المول، وكان مجهز باروع انواع التقنيات الحديثه والجديده التي تؤمن وتجهز وتسهل عمل رجال الامن وتسهل دخول وخروج المواطنين. وهذا منجز كبير يعتبر لمحافظه عدن بشكل خاص ولليمن بشكل عام، بحيث المواطنين في المحافظه انتظروا بشكل طويل حتى تم اليوم اعاده تاهيل وافتتاحه من قبل القياده السياسيه والسلطه المحليه محافظه عدن، والذي كان لهم الدور الاكبر في متابعه قياده مجموعه هايل سعيد لاعاده تشغيل المول سريعا. وبهذه المناسبة أشكر كل القائمين على هذا المول، وأشكر الأخوة الذين سوف يحضرون اليوم لافتتاح وتدشين هذا المشروع الذي هو كان قلب عدن السياحي بالنسبة للمواطنين والعوائل والأطفال وكل شيء. وأرجو أن كل المستثمرين في كل المديريات أن يحذوا حذاء هذه المجموعة ويفتحوا مشاريعهم، والدولة سوف توفر لهم كل الحماية وكل التسهيلات إن شاء الله، وإن شاء الله تعيد عدن إلى ماضيها القديم في الأمن والاستقرار والتطور في مجال السياحة والتجارة والاقتصاد. أشكر قناة السعيدة اللي دائما تغطي الحدث معنا في كل المناسبات، ولهم منا جزيل الشكر والتقدير. الوكالات والمحلات والماركات العالمية هي الجزء اللامع في المجمع الذي يضم في حضنها مختلف الاحتياجات والمواد الاستهلاكية والألكترونية، كما لا يختفي الذهب وبريقه من المكان بأروع التشكيلات الذهبية والفضية، فيما تجرك فخامة المطاعم والوجبات السريعة للمكوث وأخذ استراحة مع تذوق أشهى المأكولات. المجمع له ميزة خاصة في نفوس أبناء هذه المحافظة والمحافظات الأخرى، ويحتوي الكثير من الخدمات مثل سوق للذهب ومجمع للبنوك وعدد من الماركات والوكالات العالمية الموجودة تحت سقف واحد، إضافة إلى منطقة ملاهي الأطفال وصالة البولينج ومطاعم الوجبات السريعة والمطاعم الوجبات الرئيسية الرسمية. كما أن المجمع يتبنى عدد كبير من الفعاليات والأنشطة الترويجية المختلفة على مدار العام. حين تمر على كل هذا الجمال لا بد أن تتساءل عن طريقة الخدمة ومن يقدمها، حيث يعتبر فريق من أفضل وأكفأ العاملين حتى لا يتردى مستوى الخدمات عن الجمال المسوق في صرخ كضخامة مجمع عدن مول. افتتاح مجمع عدن مول السياحي، ونجدها فرصة أن نقدم الشكر للمجموعات الأخوان في مجموعة هايل سعيد العام لقيام بافتتاح هذا المجمع السياحي والتجاري. هذا يعتبر صرح من الصروح التجارية على مستوى الإقليم، ومن خلال افتتاح هذا المجمع بإذن الله تعالى سيتم تطبيع الأوضاع العامة داخل هذه المدينة، أضف إلى ذلك تشغيل الأيادي العاملة داخل هذه المدينة. ونجدها فرصة أيضا أن نوجه التحية للأخوان التجار الذين قاموا بافتتاح بعض محلاتهم في داخل هذا المول، وذلك لتسهيل الحركة التجارية وتنشيط الحركة التجارية داخل هذه المديرية والمحافظة عموما. يبقى كل ما نقوله مجرد كلمات تسطر من أفواه رأت وجربت وانبهرت، ليأتي دوركم القادم هو إلقاء نظرة وإضافات انبهارات معنا والوقوف صفا في طابور الجماهير التي سكنت قبضة بهذا المكان. نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. فطور الباحة بلهج الباعة يغلقون شارعا رئيسيا. في إب السيول تجرف المواطنين.
أهلا بكم. يشكو الأهالي في مديرية طور الباحة بلهج إغلاق أحد الشوارع المهمة بالمديرية والذي يعد الشارع الوحيد والرئيسي، تم إغلاقه من قبل الباعة والبساطين وتسبب بإعاقة كبيرة للحركة. افتراش الباعة وتحويل الشوارع الرئيسية وسط المدن اليمنية إلى أسواق عامة ظاهرة تزداد كل يوم. هنا في طور الباحة بمحافظة لحج ترك الباعة السوق المركزي المتمثل بهذا الهنجر وحولوا الشارع العام والوحيد للمديرية إلى مكان للبيع والشراء، الأمر الذي أعاق حركة المرور بهذا الشكل. نحن متضايقين بصراحة من الشارع، عادة يقولون نحن كل ساعة يهددون، نحن يقولون نطلع من الشارع، ما معناش بديل غير الشارع، يهددون لنا بديل في السوق القديم، ها مش حق الدولة، يقولوا حق الناس تقع حق المواطنين الثانيين. زحمة لا تطاق، بائعي الخضروات والأسماك والقات كلهم يحضرون إلى هنا ويفترشون الشارع بهذا الشكل، والجميع يشكو من صعوبة التنقل وسط هذا الزحام الخانق. ما نعرفش نمشي من المفرشين هذول بالسوق بالشارع الرئيسي، أصحاب السيد وأصحاب الخضرة وذا، ما أصلا ما السلطة ما وفر لهم سوق ورجعوا يفرشوا بالسوق بالشارع الرئيسي يعني، وما نعرفش نتحرك منهم حتى. الجميع هنا يتساءل عن الجهات المعنية ودورها الغائب في ضبط مثل هكذا مخالفات عشوائية، غياب اعتبره البعض لا مبرر له بعد أن هجر الباعة السوق المخصصة للبيع واتجه الجميع إلى الشارع الوحيد الذي يمثل شريان الحياة، وهو التساؤل الذي حاولنا الإجابة عليه من الجهات المعنية لكن دون جدوى. مي عربية معلش كزع بسبب الفرشين واصحاب القات بالشارع الرئيسي المظلات والمياز اصحاب الصيد. نطالب الحياة بسوق جديد ونحن مستعدين نرتفع حتى اليوم، نرفع من السوق من الشارع، الشارع ضروري يكون الشارع على فاضي مر للسيارات. الملفت في الأمر أن شارع طول الباحة يزداد ازدحاما في هذه الفترة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تزداد الحركة ويتضاعف معها الزحام لدرجة يمكن أن تصل فيها إلى إغلاق الشارع بشكل كلي وسط غياب تام للجهات المعنية ولا حياة لمن تنادي. يشكو مرضى الفشل الكلوي من انعدام كثير من الأصناف الدوائية في سوق الدواء رغم حاجتهم لذلك بشكل دائم في الوقت الذي تتجاهل فيه مؤسسات معنية بتوفيره كونها تحصل على الدعم الكامل. لم تعد الحرب الدائرة في البلاد تهدد مقومات الحياة المعيشية فحسب، بل صارت تهدد حياة اليمنيين في ظل تزايد أعداد مرضى زارعي الكلى بسبب عدم توفر الأدوية التي تشكل خطراً على حياتهم المصاحب لارتفاع أسعارها في الأسواق. أنا أستخدم الآن علاجات مد الحياة اللي هو البروجراف والسلسبت. الآن مع الأوضاع الحرب في اليمن ما عاد قدرناش نشتريها، كانت الأول يصرفون لنا من الوزارة مجان مستشفى الكويت، بس مع الأوضاع في اليمن وقفوا لنا العلاجات ما عاد قدرناش نشتري، وبعدين هي غالية ما نقدرش من 83 من 40 السلسبت من 14,000 ما نقدرش نشتريها. كمان إحنا أحيانا نتعب، أحيانا أتعب إذا ما فشل العلاج، إذا ما استخدمتش العلاج أتعب. إحنا لولا نستعمل العلاج هذا يعني يوم واحد نستعمله جسمك يبدأ يورم، الكلية المزروعة تبدأ ترفض، لأنه هذا جهاز تثبيط المناعة، علاج تثبيط المناعة يعني علاجه ممكن تقولي يعني علاج إذا مش موجود انتهى الإنسان. انعدام أدوية زارعية الكلى والتي يعتمدون عليها بشكل كلي مدى الحياة لضمان استمرارية عمل الكلية المزروعة وتقبل الجسم لها أمرا في غاية الأهمية، فانقطاعها يعني فشل عمل الكلية المزروعة وعودة المعاناة مجددا في ظل ارتفاع سعر الدواء الذي قد يصل إلى 80,000 ريال للجرعة الواحدة. معاناتي تكاد تختصر معاناة أي زارع وأي مريض بالفشل الكلوي. تمكنت من زراعة في 2014، زرعت كلى وتحسنت الظروف الصحية، لكن للأسف الشديد شحت علينا الأدوية وانقطعت مع بداية الحرب وشحت علينا المحاليل، وفي شهر 9 2015 أصبت بالرفض وأخضعت للعلاج في العناية المركزة، ولكن للأسف الشديد كان العضو المزروع قد فشل، وخضعت من بعدها لجلسات الغسيل الاستصفاء الدموي الغسيل الكلوي. إلى الآن لازلت مستمر في جلسات الغسيل، وحاليا أفكر بزراعة عضو جديد، لكن يتهددني خطر انعدام وشحة الأدوية. نناشد كل الجهات الرسمية أنها تنقذنا بالعلاجات، لأن علاجنا مدى الحياة، لا توقفنا 3 أيام أو ذا خلاص ضاعت الكلية مش معانا شيء.
وكم قد ناشدنا بس ما بيدعمونش، احنا دائما يدعمون اصحاب الفشل. عندنا زارعين الكلام المسجلين لدينا 30 حالة زارعين كلام. للأسف الشديد الآن الأدوية حق زارعين كلام غير موجودة وغير متوفرة حتى في الأسواق. زارعين كلام يشكون أنه ما فيش أدوية، وهذا إذا حدث أنه المريض يعني يكون بلا أدوية قد يرجع إلى حالة الفشل الكلوي لا قدر الله. طبعا في صعوبة في توفير العلاجات لأنه كان الدور يقوم على بعض المؤسسات. للأسف الآن يعني الزارعين كلام ما يتفعلش معهم المؤسسات الحكومية أو غيرها. يرى بعض المرضى أن دور المؤسسات المعنية بتوفير مثل هذه الأدوية لهذه الفئة من الأمراض غائب، وأن وجود مثل هذا الدعم يكون بصورة متقطعة وغير منتظمة. وجه من هنا من خلال قناتكم الكريمة أنه جميع المنظمات والمؤسسات والجهات الحكومية الممثلة بوزارة الصحة وأيضا الجمعيات والمؤسسات التي تعمل كمساهمة للأمراض أن ينظروا إلى الشريحة المهمشة، هي شريحة الزارعين التي لا يوصل لها أي دعم إلا بشكل شحي جدا. أنا أتكلم حول العلاجات، يعني العلاجات غير مستمرة والتي لم تصرف لنا إلا بفترات متقطعة من خلال 3 أو 4 أشهر، وممكن لو صرفت يصرف لنا حق 4 أيام 5 أيام إلى 10 أيام بالكثير. يعني إحنا يعني الناس يعتقدوا أن إحنا زارعين وأنه هذا كان في لنا مثلا حتى لو ساعدونا قبل الزراعة، وهذا الآن علاجتنا مكلفة إلى حد 80-90 ألف يعني ريال في الشهر الواحد. يعني إحنا وخاصة محملين أسر وغير أسر وهذا كل حاجة، فما نستطيعش إحنا على شراء العلاجات. أصبح الآلاف ممن يزرعون الكلى يعانون ويعيشون كابوسا يهدد حياتهم جراء انعدام الأدوية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، مما يجعلهم يواجهون خطر الإصابة بالفشل الكلوي مرة أخرى، داعين المؤسسات المعنية والمنظمات العاملة في هذا المجال النظر إليهم بعين الرحمة. تتكرر مشاهد لعملية جرف السيول لمواطنين في محافظة إب نظرا لعدم وجود عبارات. آخر تلك الحوادث طفل مر في إحدى السائلات. حادثة غرق جديدة حصلت في أحد مجاري السيول بمحافظة إب أعادت إلى الأذهان حوادث الغرق السابقة التي أصبح الناس يرونها في محافظة إب مع كل موسم أمطار. ففي موسم الأمطار وزيادة تدفق السيول في محافظة إب تظهر العديد من الحوادث والكوارث التي تودي بحياة الناس وبممتلكاتهم ومنازلهم جراء أسباب كثيرة، لعل من أبرزها عدم وجود عبارات وحواجز في بعض مجاري السيول هذه، ومنها السائل التي تمر بالقرب من بوابة جامعة إب والتي تتسبب بكوارث كثيرة في كل موسم أمطار. بلغنا للأسف الشديد في يوم الخميس عصرا عن فقدان ابننا بسبب جرفته السيل في يوم الخميس تقريبا الساعة 4 عصرا. طبعا الحمد لله على كل حال هذا قضاء الله وقدره، لكن للأسف الشديد احنا يعني احنا نفكر في المجتمع هذا ليس أول حادثة ولا آخر حادثة تحصل في إب، لكن أتمنى أن تكون آخر حادثة. إذا وضعت السلطات المحلية من المفترض أن تضع السلطة المحلية يدها وبصمتها بمنع مثل هذه الحوادث عن طريق وضع الحواجز. يشعر الناس في محافظة إب بالخوف والقلق جراء تكرار وتجدد هذه الحوادث والكوارث سنويا في ظل بقاء حال مجاري السيول على ما هو عليه دون أن يتم وضع حلول حتى لو كانت حلول آنية وبسيطة للحد من هذه الحوادث. نعاني من هذا الإشكال ونعاني من هذه السائلة أنه في كل حالة مطر قوية تسحب لنا طفل وامرأة. في الجمعة الماضية واللي قبلها، الجمعة الماضية سحبت طفل وفي الجمعة اللي قبلها سحبت امرأة. يعني هذه مشكلة وكارثة كبيرة على المجتمع، نرجو من الجهات المختصة أن يشوفوا لنا حل. يعني والحل سهل مش صعب. فنرجو من الجهات المختصة أن يشوفوا لنا حل وأن يصلحوا هذه السائلة على أساس أنه ما يكونش الإشكال هذا دائم. عاني من مشكلة تدفق السيول. خاصة ويتعقى حركة السيارات، لا يوجد عبارات لتصريف السيل. حيث الأسبوع الماضي تم سحب الطفل في المكان هذا.
في الفترة الأخيرة قام مكتب الأشغال والمجلس المحلي بتنظيف عدد من العبارات، وكما تعلمون أنه كان لدينا مشروع جبار لحماية إب من أضرار السيول، وقد أعدت الشركة الباكستانية دراسة متكاملة تبدأ من سائلة القربة وتنتهي في بيتم، إلا أن هذا المشروع مع دخول الحرب على البلد أدى إلى توقف هذا المشروع، لكن ذلك لا يعني أنه توقفت كل الأعمال. ومن خلالكم وعبركم أدعو المنظمات الداعمة مثل الصندوق الاجتماعي ومشروع الأشغال العامة ويونيسيف إلى تبني مثل هذه المشاريع التي أصبحت الحادة والملحة وضرورية كالطعام والشراب، حتى لا يصاب أبنائنا الأطفال وأخواننا المواطنين بكثير من هذه الأضرار لا سمح الله. السيول ومجاري السيول باتت خطر يتربص بالأرواح والممتلكات في محافظة إب، وكما تحتم على المواطنين أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار قدر المستطاع. ومن هنا رسالة نوجهها للجميع بأننا نأمل أن تكون حادثة الطفل محمد الخولاني هي آخر الحوادث، وأن يتحرك الجميع لإيجاد الحلول التي تضمن حياة الناس وممتلكاتهم. انتشرت مؤخرا ظاهرة جديدة تتمثل في قيام أطفال ببيع بعض الأصناف الدوائية المعدومة في الصيدليات ومخازن الأدوية بواسطة حقائب. هؤلاء الأطفال يدعون بتجار الشنطات. انعدام بعض الأدوية من سوق الدواء شكل معضلة كبيرة لكثير من الأمراض، الأمر الذي جعل بعض الصيدليات تعمل على توفيرها بطريقة رسمية أو عن طريق ما تعرف بتجار الشنط، غير آبهين بمدى صلاحية هذا الدواء من عدمه وما يتعرض له من عوامل مؤثرة على صلاحية الدواء وفعاليته. ازداد بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة هذه مع تهريب الأدوية، ما إيش السبب مش معارفين، بس زاد بشكل كبير هذا الأدوية الذي يجون متجولين وأصحاب الشنطات والأطفال بشكل أكثر من سابق. يعني أطفال يجوا يبيعوا لنا أدوية مهربات تكون بسعرها 20,000 كسعر وكيل، ويجي يبيع لنا بسعر 5,000 ريال سعر مهرب، بالتالي هذه ظاهرة سيئة على المجتمع. ذلك ننصح جميع على المواطنين ابتعاد من الأدوية المهربة ويستخدموا أدوية صحيحة وتكون على وكيل معتمد. بيع وتجارة مثل هذه الأدوية المعدومة وبصورة عشوائية لم تقتصر على الكبار فحسب، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة بيعها من قبل بعض الأطفال الذين يقومون ببيعها في الأسواق والصيدليات بواسطة حقائب يدعون بتجار الشنط، بالرغم من عدم معرفة مصدر هذه الأدوية وكيفية تخزينها وتعرضها للشمس وغيرها من المتغيرات التي قد تؤدي إلى خطر كبير على المرضى المستخدمين لمثل هكذا دواء. الأدوية المهربة هي تاجي نفس الفعالية، الفعالية ما تاجيش نفس الجودة، تدخل عن طريق الرياح والشمس معرضة للهواء والتي بها، بالتالي تصل إلى فعالية أقل. في أدوية لها ظروف تخزين معينة تكون تحتاج لها إلى ثلاجة، تحتاج إلى درجة حرارة معينة، إذا اختلفت هذه الظروف يؤدي إلى تلف الدواء. أيا كانت الأسباب والدوافع التي جعلت مثل هؤلاء الأطفال وغيرهم يقومون ببيع مثل هذه الأصناف من الأدوية بهذه الطريقة العشوائية، إلا أنها تظل تحمل آثارا كبيرة على صحة الكثير من المرضى، وقد تكون سبب في وفاة الكثيرين منهم نتيجة تغير المواد الفعالة لهذه الأدوية وعدم فعاليتها أو الاستفادة منها، بل قد تكون عاملا مساعدا في مضاعفة بعض الأمراض، الأمر الذي يتطلب منا جميعا تكاتف الجهود للحد من انتشار مثل هذه الظاهرة. نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. استنكار كبير لاستخدام وسائل التواصل سلبيا. أبين قصص عجيبة في جبل فرعون. We'll be right back.
أهلا بكم. من أجل تفعيل دور المرصد الوطني لحقوق الإنسان عقد بصنعاء اللقاء التشاوري للمانحين والمنظمات الدولية العاملة مع الأطفال في اليمن لتفعيل مراحل إنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل في ظل ما يعانيه الأطفال من أوضاع إنسانية. في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن والتي يزداد نسبتها يوما بعد آخر، عقد لقاء تشاوريا لتأسيس المرصد الوطني لحقوق الطفل وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة، بهدف وضع الترتيبات المتعلقة بإنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل كشخصية اعتبارية، والعمل على تفعيل دور كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية خلال المرحلة القادمة. المرصد كان من الأهداف القديمة لوزارة حقوق الإنسان منذ إنشائها عام 2003، ولم تتمكن حينها الوزارة حتى اليوم من إنشاء هذا المرصد لأسباب عديدة طبعا، والحمد لله تعالى اليوم يعني ندشن إنشاء هذا المرصد بالشراكة مع هيئة التنسيق لمنظمات غير الحكومية لحماية الأطفال ومع المجلس الأعلى لأمم الطفولة، يعني وزارة حقوق الإنسان مع هاتين الجهتين، إضافة إلى عدد من شركائنا في وسائط الإعلام والشخصيات التي لها علاقة بشكل أو بآخر بحقوق الطفل في اليمن. إنشاء المرصد الوطني هو بناء على نتائج جهود سابقة منذ عام 2014، من حيث استلمت حكومة بلادنا توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل اللي أصبحت ملزمة للحكومة اليمنية بإنشاء أو بإيجاد مرصد وطني مستقل خاص بانتهاكات حقوق الطفل في بلادنا. انتهاكات متكررة من قبل أطراف النزاع في الأزمة اليمنية طالت هذه الشريحة الهامة داخل المجتمع، تنوعت بين قتل وتشريد وأمراض مختلفة حسب تأكيدات الكثير من التقارير الدولية. إنشاء المرصد هو أصبح قضية ملحة، وخاصة بعد الانتهاكات التي تعرضت لها طفولتنا من الحروب والعدوان والحصار الذي انعكس بدرجة أساسية على الأطفال في بلادنا. نعتبر إنجاز هذه المهمة أو الوصول إلى هذا الهدف اليوم من الإنجازات التي تستحق الاهتمام وتكثيف الضوء عليها، خاصة في هذه المرحلة التي تشهدها اليمن ويشهدها أو تشهدها الطفولة بشكل عام في الجمهورية اليمنية من اعتداءات على براءتهم وعلى حقوقهم المشروعة في الشريعة الإسلامية، وتلك الحقوق التي أيضا ركزت عليها كل الاتفاقيات المرتبطة بالطفولة مثل الاتفاق الدولي لحقوق الطفل وقانون حقوق الطفل اليمني وما له علاقة بحقوق الإنسان عموما. اجتماعات وقرارات أصدرت خلال الأعوام الماضية فيما ظلت الانتهاكات بحق الطفولة مستمرة، ليبقى التساؤل قائما هل يمكن لهذا اللقاء تأثيره الفعلي لوقف تلك الانتهاكات ويشكل لبنة أولى لمرصد واقعي يرصد انتهاكات الطفولة في اليمن؟ يبدي الكثيرون استغرابهم واستنكارهم للحال الذي وصلت إليه وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وغيرها باستخدامها لغير الأهداف، حيث صارت وسائل الإساءة ونفث السموم والكراهية والتشهير بالآخرين. اجتهد عباقرة العالم في خلق أفكار لخدمة البشرية فتطورت لتصبح سلاحا ذو حدين، مثل مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدمها الكثير من اليمنيين سلبا، وتحولت لساحات للإساءة وإشاعة الأكاذيب، بل ووسيلة لنفث سموم الكراهية وتعميق الفرقة وغيرها. موقع حلو للتواصل الاجتماعي، كمان لتكوين علاقات وصداقة بالفيسبوك، لكن هنا في اليمن حولوا الفيسبوك من تكوين صداقات وتواصل اجتماعي إلى شتم وسب وتكوين عداوات بينهم. تحولت مواقع التواصل الاجتماعي للعنصرية ولبث الكراهية وبث الكراهية والحقد والإساءة للآخرين. صار فيسبوك وتويتر وانستجرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن مواقع منفرة ومغيضة للمشاعر، سواء بالصور أو الألفاظ وبخطابات عنصرية ومناطقية،
إلى جانب وجود حسابات وهمية تهدف للتشهير بالآخر أو لانتحال صفحات الآخرين، مما قد يدعو لمقاطعتها أو تنظيفها من بعض الأصدقاء. المواقع الاجتماعية استخدمت في اليمن لبعض الأشياء، لكن استخدموها استخدام غلط أقول لك أنا، لكن إنه يعني كالإساءات والعداوات استخدموها استخدام، إنما هي تكوين علاقات، تعارف اجتماعي، صداقات، إنشاء صداقات ويستفيدوا الكثير منها، مثل إنشاء المحبة فيها بعض معلومات من الجانب الثقافي، من أي جوانب، ديني، تعليمي، أدبي، كافة المجالات فيها. إنما البعض قلت يعني قلت لك إنه استخدموها لبعض بالعسل لأشياء سلبية زي الإساءات، زي العداوات، زي أيوة ممكن. الميزات والتحديثات المتوالية لهذه المواقع تتيح للمستخدمين فرص تتجاوز تكوين الصداقات وتبادل الأفكار المختلفة إلى وسائل إخبارية وتسجيلات مباشرة، فلماذا لا نجعل القيم والأخلاق والارتقاء والنقد البناء هي معايير لكتاباتنا مهما اختلفت وجهات النظر والمواقف. منطقة الروى بمحافظة أبين فيها العديد من المواقع الأثرية، ومنها جبل يسمى جبل فرعون تدور حوله العديد من القصص الغريبة والعجيبة. تشتهر محافظة أبين وهي إحدى محافظات اليمن المتميزة بالعديد من المعالم الأثرية والسياحية التي قلما توجد في غيرها من المحافظات، إلى جانب امتلاكها لمعظم المقومات الفريدة في شتى المجالات السياحية والثقافية والزراعية وغيرها. ولعل من أبرز هذه المعالم هي تلك المتواجدة في منطقة الروى بمديرية خنفر. تاريخيا تعود إلى عهود قابرة والأكثر من 2500 سنة، وعاشها كثير من الأقوام، وبشكل رئيس اللي سواء كان هذه الأقوام هم من بنو مجيد أو بنو عامر أو الأصبحيون أو عدم الأقوام اللي لا زالوا موجودين، ومن ضمنها كمان حسمعنا عن موضوع اللي هو السغالدة. آثار أبين تعرضت للكثير من الضرر، سواء عن طريق الأيادي العابثة والتي تبحث عن الكنوز. لدى زيارتنا للمنطقة وجدنا بعض النقوش الأثرية القديمة المكتوبة بخط المسند، كذلك بعض الأطلال للمباني الأثرية القديمة التي استبدلت بالبناء الحديث من قبل السكان، وجميعها شواهد تشير إلى عراقة وتاريخ هذه المنطقة البعيدة عن متناول الإعلام ووسائله المختلفة إلا فيما ندر، كما هو حال هذا الجبل المعروف بجبل فرعون. نحن الآن تحت جبل فرعون، إحدى الجبال الأثرية الموجودة في منطقة الروى، والذي يعتبر إحدى الرموز التاريخية للمنطقة، والتي كان قد تحدث عنها كثير من المؤرخين، ووجدت فيها كثير من الآثار، وجرى التنقيب على البعض في إطار هذا الجبل، والبعض آخر لم يكتمل بعد. المطلوب تعاون الجميع، كون الحفاظ على هذا الموروث العظيم مسؤولية مجتمعية عامة تهم المسؤول وغير المسؤول، المواطن وغير المواطن، بالحفاظ عليها. زاروا جبل فرعون وأخذوا له بعض المسائل الموجودة فيها، ومن ثم أخذوا بعض الآثار وسلموها مكتب آثار المحافظة، لكن حتى هذه اللحظة لن يقدمون أي شيء. وهذا اللي هو واحد من الخطابات الموجودة التي تكرم بها زملائنا في إطار جمعية أصدقاء البيئة. فنحن الآن ندعو الجهات المختصة الممثلة في محافظ أبين وكذلك مكتب الثقافة، يعني بالنظر بعين الاعتبار للاهتمام والرعاية للمنطقة من حيث كونها منطقة تاريخية، وللجبل باعتبارها موقع أثري هام. تضم منطقة الروى بين جنباتها العديد من مقومات الجذب السياحي، والتي تؤهلها لأن تكون قبلة للزائرين في حال اهتمام المختصين بها، ناهيك عما تتمتع به من جمال طبيعتها المشتق من اسمها الدال على خصوبة أرضها وتدفق مياه السيول عليها وعلى رأسها، وادي بنا الذي يرويها طوال فصول السنة.
في أفلح اليمن بحجة، أم منير تعاني من تشوهات، حيث أن الكلية مقلوبة والحالب إلى الأعلى يصب البول في داخل الجسم، مما يتسبب في الاحتقان الذي يمنعها من التحرك. لها 14 طفلا، حالتهم المادية متعبة جدا وتحتاج إلى عملية جراحية سريعة. ينادونها بأم أسد، وقد أنجبت 14 شبلا بين طفل وطفلة، تيمنا بذرية صالحة رغم الفقر والعوز. أم تهلكت عليها أوجاع الزمن، حيث اتخذت من فراش المرض مأوى مناسبا لها. تشوه خلقي في حالبها وكليتها المقلوبين لأعلى تسبب لها باحتقان البول فأقعدها عن الحركة. نعم كثيرة وهبنا الله إياها، فلا ندركها إلا بمعرفة معاناة الآخرين. تشكيني خاص ارتكال وسبب اللي هنا وأذوني من مايدي قالوا يلا صحة، أنا ما وجدتش حق العلاج ولا حق الماء، واليوم تأثرن حتى الكوتي لما تاحت تشكيني ما قدرش أسبح عليها، ما حصلتش حق العلاج، لا أقدر أمشي منها، تورم رجلي وتورم بطني. زوج أنفق وزوجته كل ما يملكان لإنقاذ شركة حياته، حالة طبية نادرة في اليمن، نسبة نجاحها لا تتجاوز 50%، ولذا تحتاج السفر للهند على وجه السرعة. كل 5 أيام أشتري ب6000 ريال علاج، علبة فوار من هذه أبو 45 وحبوب من مضاد حيوي للكلية، يعني كل 5 أيام 6000 ريال. هذا المنزل لا باب ولا نافذة تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، إلا أنه مفتوح على مصراعيه لإدخال الأمل لقلوب أبناء هذه الأسرة. أطفال يخدمون أنفسهم ووالديهم في غسل الملابس وتجهيز الطعام، بينما البقية يصعدون للجبل كل يوم من أجل جمع الحطب. معاناة من قلب مديرية أفلح في محافظة حجة. إحنا الظروف المادية ما تسمحش إن إحنا نجري لها أملية، لأنه نقول 14 نفر وما فيش أمل، والحالة زي ما تشاهد أنت، حتى البيت إحنا ما قد معناش بيت، كل ما ولفنا قرش مرض جاهل رحنا نعالجه، ما استطعناش نبني ولا بيت. هو المرض لا غير من يقعد هذه الأم ويجرح قلب هذه الأسرة، والأمل بالله وبكم كفيل بإنهاء كل هذا. نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. آراء متباينة حول استقبال العيد. أهلا بكم. شرعت الفنانة والرسامة الشابة سارة بابتكار طرق جديدة للرسم، حيث ترسم بالنار على الخشب بلوحات إبداعية ومتميزة. بهدوء الفنانين المحترفين بعيدا عن ضجيج المعجبين، تحاول سارة أن ترسم لوحاتها بهدوء وخجل لطيفين وبأنامل صغيرة محترفة تخرج لوحة الخشب الإبداعية. بدأت سارة كعادة الهواة برسومات بأقلام وألوان، ثم تطورت سريعا للرسم على الزجاج ثم النحت عليه، لتنتقل حاليا للرسم على الخشب بالنار. بدأت الرسم بقلم رصاص وألوان خشبية، كانت في عمر وأنا عمري 15. تطورت معايا بدأت ترسم بعدها بعد الرصاص، رسمت ألوان مائية، ألوان أكريليك. بعدها يوم من الأيام، متى كان بعد ما كملت الجامعة يعني قبل سنتين، شفت صورة في النت كذا نحت وزقاق وكذا، فجلست أبحث وراها لما طلعت الجهاز ودورت عليه هنا ما حصلتش طبعا نفس الحكاية، فطلبته من الخارج. وقبل 6 شهور كذا برضو بحث في النت وكذا، فجذبتني صورة رسم بالنار على الخشب، وبرضو بحث طلعت الجهاز طلبته من الخارج كمان.
شرعت سارة في تكوين صفحتها الخاصة على الفيسبوك لتنشر لوحاتها الإبداعية، والتي لاقت ردوداً وتفاعلاً في أوساط الكثيرين داخل اليمن وخارجها، لتخبرنا سارة بأن الفن يحتاج انطلاقة مبكرة وإلى بحث وصقل وتطوير، ورغم طلب الناس لها لترسم لهم إلا أنها تحبها كهواية أكثر من كونها مصدراً للكسب. تقضي رسامتنا في لوحاتها الخشبية ما يقارب اليومين لتبدع أناملها لوحة فنية دقيقة أقلامها النار وقاعدتها الخشب، لتكون صوراً حائطية تذكارية بنكهة مختلفة. الآن أروق في بالفيس جروبات وكذا، وأحياناً أفعل فيسبوك آد دعاية بالطريقة عن طريق الفيسبوك، والله الناس تفاعلوا كثير، أصبحوا يتفاعلوا بالفيسبوك أكثر من الواقع يعني، لأن المحلات ما حد يروحوا وكذا، أما الفيسبوك الناس تدخله باليوم أكثر من مرة، فحصلها فرصة حلوة لنشر الشغل. تطمح مبدعتنا في أن تتطور الموهبة أكثر وتلقى صداها في أوساط أكثر، لكنها تتمنى أن تكون رائدة مدارس جديدة ومختلفة في الرسم في اليمن عنوانها هي. طموحي أنه مثل ما كل الفنانين يقولوا يلقى فني صدى كبير في المجتمع وانتباه، مش شرط أن الناس تطلب مني أو شيء زي كذا، مجرد تقدير كلام حلو مبدع كذا هذا يعتبرك برتشجع بالنسبة لي، وأكون مثال لناس كثيرة، ناس كثيرة تقول لك ما بلادنا ما تسمحش، بلادنا ما تأهلش، عمر البلد ما كانت عذر، الواحد يحب الشيء فبيفعل أي شيء مستحيل عشان يستمر في شغله، وإن شاء الله أفتح معارض الخاصة ويخرج شغلي لخارج اليمن وأشياء كثيرة من هذا الكلام. تباينت آراء المواطنين حول كيفية استقبالهم لهذا العيد، البعض بدا متشائما نتيجة للأوضاع والصعوبات، فيما أبدى الآخرون تفاؤلهم بالحرص على زراعة الفرحة مهما كانت الظروف. عيد بأي حال عدت يا عيد، فيما مضى أم لشيء فيه تجديد، هذا هو لسان حال اليمنيين الذين يستقبلون عيد الأضحى هذه المرة وسط حروب ودمار وانهيار. كيف نستقبل العيد والدنيا حرب، الطيارات تقصف، احنا ما فيش معانا لا نشتري لا دجاجة ولا كبش ولا نكسي حتى جهالنا. تقول أي إيد يصبر بند الحياة، ما فيش يعني إيد بند الحياة يصبر والدنيا كذا مخربة مدمرة، يعني الشعب اليمني إيش يشتري والدنيا كذا مهدمة، يعني الواحد ما يحرقش على بلده لما يشوفها مخربة مهدمة. البعض حديثهم عن استقبال العيد بدأ مختلفا قليلا ويحمل نوعا من الإيجابية والتفاؤل والتوكل على الله والاستسلام للأمر والتكيف مع الوضع، وهؤلاء يقولون إنهم سيحاولون إسعاد أنفسهم مهما كانت حجم الصعوبات. العيد الظاهر طاقوس بيوصل أسرة، يعني ما له دخل بالمشاكل الخارجية للوضع اللي هون فيه، طبعا هو ضعيف كل البعد عن الأعياد اللي احنا عايشينها في الوضع الحالي. نستقبله بالمعاسي ذي المرة، بس نحاول نحن نزرع الفرحة بقلوبنا بقدر المستطاع، ونزرع علشان ما نسببش إحباط للأطفال ولا للآخرين. شعورنا يعني مطمئنين دائما واثقين بالله سبحانه وتعالى، يعني طبيعي بان عيد طبيعي، وإن شاء الله ما دام إحنا ماسكين بالله ما نخاف من أي شيء. مناسبة أخرى تعود فيها اليمنيون على الفرحة وعيش طقوس مختلفة عن طقوس الحياة، وإذا ما بحثت عن سعادة في ملف حياة اليمنيين فإنك ستجد ربما أن العيد هو المحطة الوحيدة التي يهدأ فيها الشعب ويلتقي ويهني ويبارك بعضه بعض، وهو اليوم يحرم من هذه الفرحة وباتت فرحته الوحيدة تتمثل بتوقف الحرب والقصف والدمار الذي حاصر حياة الجميع. أيام قلائل تفصلنا عن العيد، إلا أن مظاهر الأسواق اليمنية لم تبدو كعادتها في ازدحام المتسوقين وحركة الشراء التي أصبحت ضعيفة رغم الاستعدادات للعيد.
حتى اليوم لم تظهر بعد ملامح الفرحة بالعيد والاستعدادات له والتي لطالما كانت تسبقه وبأسابيع، من خلال ازدحام الأسواق لشراء الملابس وارتياد محلات الحلويات وغيرها من التجهيزات التي تغيب عن الشارع اليمني وبشكل ملحوظ. ولعل الأمر يعود لأسباب عدة وعلى رأسها الأوضاع الأمنية والاقتصادية، كذلك النفسية التي يعانيها المواطنون. الناس بيدوروا على لقمة العيش، القوت الضروري، ما عمش جعالة، ما عمش إلا هو الناس الكبار. أما الناس الذي على قدر حالهم يلا بيدور على الماء طوبرة، يدور يشرب ماء، ولا يدور لقمة لأولاده. بتشوفوا الوضع أمامكم، الشعب متدهور الشعب، ما بيش أهمية من المعيشة، لأنه قد نتينا العيد. إحنا يلا بندور على يوم يمشين إلى هذا أيام، ما بندور على عيد ولا لحمة ولا بنعود ولا صح انه كنا نعملها ولا كنا. لكن انا يقول البعض ممن التقينا بهم بان التجهيزات والاستعدادات لعيد الاضحى القادم لا تتسنى لهم لاختلاف الظروف الاستثنائية التي يمرون بها حتى عند النساء في المنازل. بالنسبة للأوضاع، للجو، للحرب، يعني الناس نازحين من أماكن لأماكن، مسافرين، يعني ما عاد واحد حاسس نفس الفرحة اللي كنا نعيشها من قبل. عيد نجهز له كسوة، خروج، دخول، شراء أغراض العيد، شراء أشياء نحتاجها، شراء أمل مستقبلي بعد الدراسة. بس حاجة صعبة إن واحد يستعد هذا الأيام للعيد، يعني تشوف شيء إجباري إن إحنا نستعد لهذا العيد. سالين ماشي أيام، ماشي شيء كذبي، إن إحنا عايشين في واقع في أمان بالرغم إنه خوف في داخلنا. بس الحمد لله ما زلنا يمنيين وما زلنا هذولاك الأقوياء الحمد لله. من استعدادات إذا كان النساء حقنا مطوبرة السيلة على الماذا الحين من الساعة 3 قبل صلاة الفجر، ما نظفنا ولا كعك ولا شيء، يلا نحصل خبز لا يحصلوها. يفتقد اليمنيون تلك الأجواء التي كانوا يعيشونها في الأيام الخوالي قبل العيد وخلال أيامه، من خلال تمشيط الأسواق بأمان وسلام واقتناء الملابس الجديدة وشراء الحلويات وصنع الكعك وغيرها من الطقوس. اعتاد الناس على قضاء إجازتهم العيدية في السفر إلى قراهم ومدنهم، أما لزيارة الأهل أو التنزه والسياحة، لكن يبدو أن الأمر مختلف بهذا العيد، حيث تكاد تبدو زيارات منعدمة أو قليلة جدا. اعتاد كثير من المواطنين ومع اقتراب كل عيد السفر والتنقل بين المحافظات بغرض زيارة الأقارب أحيانا، وأحيانا أخرى بغرض السياحة من باب التغيير والتمتع بأجواء المدن الأخرى. ولكن كما يبدو فدوام الحال من المحال، فعلى غير العادة تبدو هذه الأيام معظم فرزات السيارات التي كانت تكتظ بالمسافرين تبدو خالية ولا وجود سوى لأعداد بسيطة جدا من المسافرين. السفر ما عبش لا قادم لا ساري ولا راجع، ما عب قطع والرزق على الخلق كلهم. الأسباب الحرب، واحد بستشخطات طريق مقطعة، ما عد ولا كبري من هنا لا سعدة، الخط مقطع، خوف لا يضربوا، بيضربوا من شك في الطريق، بيضربوا ديانات، سيارات، هيلوكسات، تقاسي. كان من أول ركاب زي ما السيء حتى في الليل، حتى ألا المشاوي، ألا المشاوي كان قمنا قال له حاجة 10-15، دالحين ما عبيجي ولا راكب، يقول لك خوف رعب الطائرة تضرب ما عبيش ركاب مرة. الوضع الأمني الغير مستقر والذي انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي في أوساط معظم السكان هو السبب الرئيس الذي حال دون رغبة الناس بالسفر هذا العام، أو كما قال البعض فالخوف والرعب يخيم عليهم، وتكاليف المواصلات أصبحت أكثر بأضعاف مضاعفة. والله الموت أنه أحسن قده، إلا نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يطفأ هذه الفتنة من عنده، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. تفصلنا عن عيد الأضحى أيام معدودات، وصنعاء وهي في حال أفضل ربما من بعض شقيقاتها، ما دفع كثيرا من سكانها بتفضيل قضاء إجازة العيد بها. نتابع وإياكم مجموعة من الأخبار القصيرة. توفيت أربع فتيات غرقن الجمعة الماضية في إحدى قرى مديرية العرش بمنطقة الرداع بالبيضاء،
فيما نجت ثلاث فتيات أخريات من موت محقق في حادثة هزت منطقة رداع بأكملها وتعد الأولى في المنطقة. وكنا الفتيات قد خرجنا في نزهة ترفيهية لمشاهدة الحاجز المائي ماجل عبد الرب بقرية قرن الأسد بمديرية العرش الذي غمرته مياه الأمطار الغزيرة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية صدى الأسبوع، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.